بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله شواطنا تتواصل وتعلن انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والمحبة. اللي فاز منذ لحظات شاهين المملوك محمد بن سالم النعيمي، تهانينا له الناموس على فوز شاهين بالمركز الأول. ونسير مع انطلاقة شوط الخامس عشر، هذا الشوط الخاص للأبكار. نتمنى التوفيق للجميع، ونسير مع اللي قادة المسيرة شاهين، اللي قادة المسيرة أرتوز حق سالم بسعيد بالراعي العفاري، تنطلق إلى مقدمة الشوط منذ بداية الشوط. تليها المركز الثاني جلمودة لسعيد بن دغمال الغيلاني، من يقدم جلمودة على مستوى المركز الثاني. المركز الثالث وصلت مظهورة ناصر بسعيد بن نباح العامري، من يقدم مظهورة في المركز الثالث. وفي المركز الرابع، مرحبا يا ابو حمد، يا رغش، يا بن حمد بن خيرات يا العامري، من يقدم هملولة، من ياتي بهملولة، وصلت وخذت المركز الثالث. وصل بالقرين حمد بن محمد بالقرين مع الشاهينية الى المركز الرابع ويغير على الثالث. لكن بن دغمال ما فعل انت يا ابو راشد، ما فعل يا ابو راشد، يا سلوب يا جلمودة. بالقرين وصل، لكن بن دغمال سعيد بن دغمال الغيلاني، اهل السلطنة اهل الشرقية، مع جلمودة بالقرين قادم، لكن بالقرين ولا جلمودة سلالة جلمود لم تتراجع في المناطق الخلفية. تهانينا لسعيد بن دغمال الغيلاني، نهنيه على فوز جلمودة، ومشكور يا ابو راشد مشكور. الثاني لحمد بن محمد بالقرين، الشاهينية ما قصرت، قدمت كلمة في الكفاية. الثالثة يلي وصلت الشاهينية سيف بن سهيل بن خيرة العفاري، تفاجينا في اللحظات الأخيرة. التوقيت 2:13، ما شاء الله، هذا التوقيت مميز بالنسبة للأشواط الإضافية. تهانينا لمالك جلمودة سعيد بن دغمال الغيلاني، نهنيه على هذا الفوز والانتصار.